عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. طبعا عندنا كلام كتير جدا عايزين نتكلم فيه يخص ماتش بكرة إن شاء الله المرتقب بين النادي الأهلي وبين ريال مدريد، وفي نفس الوقت كمان عايزين نعرف حضراتكم وندردش شوية في شوية التفاصيل المتعلقة بالمستجدات والمفاجآت اللي حصلت في الآونة الأخيرة في الدوريات الأوروبية المختلفة. آخر المستجدات من ضمنها أكيد يهمنا جدا نعرف وضع محمد صلاح ووضع ليفربول بشكل عام الفترة اللي جاية هيكون عامل ازاي، وده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله مع ضيوفنا الاعزاء اللي منورنا في اولى فقراتنا الحوارية، الاستاذ رامي رجب الناقد الرياضي، وكمان منورنا الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات عليكم واهلا بيكم معانا. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهاد. هي بقى فقرة النهاردة يعني الدبل، فهي مهمة ومشرفينا بجد انتوا الاثنين، وعندنا كلام كتير جدا جدا ومحاور مختلفة. وانا هبدا سؤالي من المتداول دلوقتي على الساحة، قال لك ايه بقى او اللي بيتقال دلوقتي؟ ريال مدريد ليس في افضل حالاته، وبالتالي عندك غيابات اساسية لبعض اللعيبة. خليني اقول، وده يعني اخر الاخبار زي ما بتقال، اقول لحضراتكم مين اللي غايب من القايمة في ريال مدريد. عندك اولا حارس المرمى كورتوا، ناس اول ما سمعت الخبر ده قالت لك الله حلو فرحوا كورتوا. عندك بنزيما ده خلاص مؤكد، ميليتاو عندك، ميليتاو عندك، مندي وعندك، لوكاس فاسكرز فاسكرز عفوا، وعندك هازارد. فاسماء قويه، اسماء مهمه، بس هل ده يديني طمانينه ان انا داخل والحمد لله دلوقتي الكفه يعني ابتدت تبقى متوازنه، ولا الموضوع ملوش علاقه؟ لو هم عندهم دول غايبين عندهم خمسه تانيين يحلوا محلهم بالظبط. لا فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت في النهايه انت بتقابل ريال مدريد بالظبط، دكه البودله بتاعته والغيابات او اي لعيب هيكون متواجد في اي مباراه اكيد هيبقى هيفرق مع الفريق جدا جدا. طبعا في اللعيبه الاساسيه او القوام الاساسي ما بيختل من لاعب او لاعب بيأثر شويه، لكن انت في النهايه بتقابل واحد من افضل الفرق في العالم، فبالتالي الغيابات دي اكيد بالنسبه لهم اكيد غيابات تعتبر مؤثره لانشيلوتي المدير الفني، ولكن في نفس الوقت برضو خلينا نقول ان اللعيبه حتى لو اللعيبه البودله هيبقوا في مستوى فني عالي كبير جدا. المباراه انا شايف ان في تفاؤل كبير جدا الفتره اللي فاتت دي في الساعات الاخيره، يمكن بعد المستوى الرائع اللي قدمه النادي الاهلي في المباراتين الاخيرتين. عجبني جدا النادي الاهلي في مباراه ساتل اللي قدر يحسم المباراه وما وصلش للوقت الاضافي، ده كان هيعمل له ارهاق كبير جدا قبل مباراه ريال مدريد. ده يعني انا يعني اتبسطت جدا من هدف قفشه في الدقائق الاخيره، وجودك اللي انت تلعب وقت اضافي وضربات جزاء ده كان هيعرضك لارهاق، وخاصه انت اكتر من اكثر الفرق اللي هتلعب في كاس العالم للانديه، فبالتالي انت بتقابل فريق كبير جدا. ريال مدريد ده متعثر بشكل كبير جدا، خسر اخر مباراه في الدوري الاسباني، متراجع بشكل كبير جدا، برشلونه فارق عنه بثمان نقاط، ولكن انت بتقابل فرقه كبيره جدا. اعتقد كولر هيكون له عامل مهم جدا جدا يجهز اللعيبه نفسيا. يعني اكيد في لعيبه كتير جدا ممكن تتخض من اسم ريال مدريد، ودي اول مره هيقابلوا فرقه كبيره زي دي، يعني خلينا نقول. فبالتالي انا لعبنا يعني بايرن ميونخ ولعبناهم ودي قبل كده، يعني طبعا اجيال مختلفه اللي لعبت، بس يعني بس المباراه هتبقى صعبه. اعتقد التجهيز النفسي لهذه المباراه هتبقى مهم جدا جدا بالنسبه للكره، لان هو جاهز اللعبة نفسيا. واعتقد ربع ساعه لو النادي الاهلي قدر فيها يتماسك وظهر بشكل كويس جدا، اهم ربع ساعه اعتقد اللي هي من غير رهبه بقى، الرهبه بقى اللي انت بتضيع رهبه مهم. انا بلعب صحيح، لازم ان في اول ربع ساعه ان 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 فريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي تبقى متماسكه بشكل كبير جدا عشان تقدر تحقق ان شاء الله. متفائلين بالنادي الاهلي، اعتقد النادي الاهلي بيقدم صوره مشرفه للكره المصريه والافريقيه في هذه البطوله. قدر يحقق فوز في اول مباراه 3، وقدر يفوز في المباراه الماضيه 1-0. اعتقد النادي الاهلي يظهر بشكل كويس، حتى اللعيبه البودلة بتاعت النادي الاهلي لما بيبقى في تغييرات او حاجه بيظهروا، يعني ما بتحسش ان في لعيب بديل ولاعيب اساسي دلوقتي. وكولر في اول مباراه لعب بتشكيل وغير في التشكيل في المباراه الثانيه، فده كل اللعيبه ظهرت بشكل كويس جدا، فده يدينا تفاؤل. ولكن حذر، كل الحذر من فريق ريال مدريد، مش عاوزين نتفائل بشكل كبير جدا عشان لا قدر الله ما يحصلش حاجه طبعا. وفي النهايه نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يقدم مباراه ويعمل اللي عليه في هذه المباراه، والتوفيق بقى يكون حالفه باذن الله. حضرتك برضو تتفق مع وجهه النظر دي فيما يتعلق بمساله الغيابات وحجم تاثيرها في اللقاء بكره ان شاء الله؟ مش بس يعني يعني الغيابات مؤثره، خاصه بنتكلم عمودين رئيسيين، تيبو كورتو حارس المرمى، وكان ليه دور مؤثر جدا في التتويج بالتشامبيونز ليج الموسم الماضي، وطبعا احسن لاعب في العالم كريم بنزيما. في نقطه ايضا هتبقى عامل مهم جدا، وهي خساره ريال مدريد الاخيره في الدوري الاسباني ضد ريال مايوركا. الفرق حاليا اصبح 8 نقاط، ده هيخلي ريال مدريد
صحيح ان انشيلوتي بعد خساره ضد ريال مايوركا قال ان انا لسه متمسك بالامل في الليجا، لكن اعتقد ريال مدريد امامه حاليا بطولتين بنسبه كبيره جدا هيركز عليهم. بدايه من مباراه الغد كاس العالم الانديه ضد الاهلي ان شاء الله بدايتها طبعا، ثم البطوله الاهم بالنسبه لي للتشامبيونز ليج والبطل التاريخي ليه، عنده مباراه صعبه جدا وليست سهله ضد ليفربول بصرف النظر بقى عن وضعيه ليفربول الكارثيه هذا الموسم. لكن هو اعتقد قرار تحديدا عدم اصطحاب تيبو كورتوا في مباراه الاهلي تحديدا ده لان بحسب صحيفه ماركا الاسبانيه، ودي طبعا صحيفه مقربه جدا من النادي الملكي، اكدت ان سبب ده ان هم مش عايزين اي مجازفه فيما يخص تفاقم اصابه كورتوا حتى يكون جاهز لمباراه ليفربول يوم 21 فبراير. لكن ان ريال مدريد هيركز بصوره كبيره جدا على مباراه الاهلي خاصه بعد خساره امس، وده هيخليه ينزل اكثر جديه عكس ما الناس برضو فاكره ان ريال مدريد هينزل يعني في تهاون او في يعني اقتصاد للمجهود. لا، ريال مدريد هينزل بكل خايف من جمهوره برضو في نفس الوقت بالظبط، وشفنا الاهتمام يعني مش ظابطه. وبالمناسبه هو في راي حضراتكم يعني بعد مثلا مرور قول 19 20 جوله من الدوري الاسباني حتى هذه اللحظه، وطبعا في صداره بفارق كبير لبرشلونه مع تشافي، ايه سر تراجع ريال مدريد في الموسم ده بعد ما كان الموسم اللي فات هو بطل الدوري ودوري الابطال كمان؟ يعني ايه اللي حصل فنتج عنه خسارات فعلا التردي الغريب ده في الموسم؟ العوامل كتيره جدا، اداره اعتقد اداره ريال مدريد اخطات في الاستراتيجيه بتاعتها في الميركاتو الصيفي 2022، كان كل همهم على كيليان امبابي، لكن حدثت المفاجاه وكيليان امبابي جدد مع باريس سان جيرمان بعد تدخل حتى وصل تدخل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. بنتكلم نقطه اخرى ايضا ان التدعيمات ما كانش في بديل لكيليان امبابي، واضح ان عنده ازمه في الجانب الهجومي تحديدا في مباراه ريال مدريد. قله النجوم اللي عندهم ده احنا بنقول مثلا اسم زي هازارد ولا اسم زي كريم بنزيما ناهيك عن حارس هازارد. هازارد الحقيقه يعني صفقه خاسره بكل المقاييس ماديا وفنيا وكل شيء، لاعب كثير الاصابات جدا، مفيش موسم حرفيا مع ريال مدريد منذ انتقاله من تشيلسي ريال مدريد باكثر من 100 مليون يورو لم يقدم اي اضافه. بنتكلم على فينيسيوس جونيور ورودريكو جوس وحتى فيدريكو فالفيردي وماركو اسينسيو، كلهم ليسوا مهاجمين صريحين، المهاجم الصريح الوحيد هو كريم بنزيما ومفيش بديل ليه، ودي كانت ازمه كبيره جدا. اعتقد دي كانت خطا استراتيجي من الاداره، ومفروض كان كارلو انشيلوتي كان يضغط على الاداره انه كان يتم استخدام بديل لكريم بنزيما، لم يحدث. ريال مدريد في الميركاتو الصيف الماضي اكتفى فقط بصفقتين، انطوني روديجر المدافع تم استخدامه بشكل مجاني لتشيلسي، وطبعا اورين تشاوميني، ودي كان فيها نوع من رد الكرامه بعد يعني ضد باريس سان جيرمان بعد طبعا تجديد باريس سان جيرمان لكريم مبابي، هم خطفوه من باريس سان جيرمان ودفع حوالي اكتر من 80 مليون يورو لموناكو. هو طبعا لاعب واعد جدا، وهيبقى بالنسبه هيبقى يعني مواجهته تبقى صعبه جدا على اساس الاهلي لو لعب بشكل اساسي غدا، لكن دي اعتقد من الامور المهمه جدا. بلس طبعا ان برشلونه عنده هداف هو روبرت ليفاندوفسكي، صحيح انه ما شاركش في الجولات الاخيره بسبب الايقاف، لكن برشلونه يعني بيعرف ان اي توكل الكتف حتى في مستوى السيء بيحقق الانتصارات، الفرق حاليا 8 نقاط. لا اريد ان المنافسه حسمت نهائيا على مستوى الليجا، وده حتى اكده تشافي هرنانديز، لكن برشلونه حاليا هو اقرب من اي وقت مضى لاستعاده لقب الدوري الاسباني اللي حاول اخر مره في عام 2019، يعني يكون اول دوري بعد حقبه ليونيل ميسي. طب انا عندي سؤال، بما ان احنا بنتكلم دلوقتي على ريال مدريد عنده مباريتين وبطولتين مهمين جدا، بدايه بالاهلي وبعد كده على ليفربول، وزي ما اتكلمت برضو يا احمد انا عايزه اعرف برضو منك نقطه، لان هل هنا بنتكلم ده ده ده, ده سؤال فعلا انا ما عنديش معلومه، ان ريال مدريد شايف ان المباراه الاسهل هي الاهلي فبالتالي بيريح النجوم بتاعه منهم كورتوا وبنزيما، ولا عشان يستعد ليفربول، ولا الموضوع ازاي؟ خصوصا ان انت برضو رح تتكلم وجيت قارنت المستوى الحالي، انا لا اقارن نادي بنادي، انا اقارن مستوى حالي ما بين النادي الاهلي وليفربول، هتلاقي ان الافضل حاليا بالارقام وغيره هو الاهلي، فهل صح الحسابات دي ولا ايه؟ يعني مش قوي، لان الحسابات بالنسبه لهم مختلفه. كورتوا يعني هم خايفين لو شارف في كاس العالم انديه وتحديدا في مباراه الاهلي ممكن يلحق بالنهائي، لسه محدش عارف، كان في كلام انه ممكن هو بنزيما يلحقوا النهائي، هم ما سافروش بالمناسبه البعثه المواصله امبارح، كورتوا ما كانش موجود ولا بنزيما، بكام ده احنا هذا الثنائي هو الاكثر قوه والاكثر بالزبط. اهميه في ريال مدريد من بقيه اللاعبين الغائبين. لكن انا اعتقد لا بالعكس، بدليل ان يعني انشيلوتي عمل روتيشن في المباراه الماضيه الاخيره ضد ريال مايوركا، وتحديدا اللاعبين المخضرين في خط الوسط لم يبداوا المباراه، توني كروس ولوكا مودريتش ما بداوش مباراه ريال مايوركا، نزلوا صحيح في الشوط الثاني طبعا بعد ما كان متخلف في النتيجه. لا بالتالي انا شايف بالعكس هو مدي اهميه لمباراه الاهلي. امبارح قناه ريال مدريد استوديو تحليلي كامل لمباراه ده عرضنا الصحف برضو الاسبانيه والصحف الاسبانيه إيه؟ وصحيفه مارك قالت ملك افريقيا. لكن بتفق طبعا مع النقطه دي، ونقطه مهمه جدا،
يعني اخشى ما اخشى حاله التفاؤل. طبعا لازم نكون متفائلين والكره فيها كل شيء، نتفائل بس ما نطمنش زي ما استاذ رامي اتكلم، يعني نتفائل بس ما تطمنش بالظبط، لان السعوديه كسبت الارجنتين، تونس كسبت فرنسا في كاس العالم، والنتائج لم يكن احد يتخيلها، لكن في نفس الوقت والمغرب وصل المربع الذهبي، ولكن المغرب يعني يمكن دي ليها ابعاد ثانيه، ان كل لاعبتهم بيلعبوا في توب ليفل في اوروبا، ومش عندهم ما عندهمش رهبه قوي ان هم يلعبوا المستوى ده، لكن يعني خايف جدا بس النقطه اللي يعني ان شاء الله باذن الله، واعتقد ان مارسيل كولر هيعمل عليها بشكل قوي جدا، الجانب النفسي، اللعبه تنزل ريلاكسيشن خالص، صح، يلعبوا الاستمتاع، النتيجه دي بتاعت طبعا في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. دايما الماتشات الكبيره بنشوف فيها المدراء الفنيين بيخاطبوا فرقهم بالصيغه دي، انزلوا استمتعوا، يعني مع ان المنطق يقول ان هو بينفخ فيهم ويسخن فيهم وعايزكم تاكلوا النجيل الى اخره، لكن انزلوا استمتعوا دي ساعات بيبقى لها مفعول السحر على فكره. صحيح، انت يعني خلي بالك يا استاذ كريم، انت بتدي حافز كبير جدا، بس في نفس الوقت مش عاوز تضغط اللعيبه نفسيا، خاصه ان ده فرقه كبيره، انت لو ضغطت اللعيبه نفسيا ممكن تاثر بشكل سلبي عليهم، ويظهر مستواهم اللي انت شفتهم في المباراتين السابقتين يبقى مش هو المستوى. فبالتالي كولر مدير فني كبير جدا، قدر يتعامل مع كل المباريات اللي خاضها مع النادي الاهلي، الحمد لله اللي مسك الخشب كده، يعني ما خسرش ولا مباراه، كل المباريات محقق فيها نتائج ايجابيه، فبالتالي هو عارف كل كبيره وصغيره عن ريال مدريد، متابعه الفتره الاخيره فريق كبير، سواء كان فيه غيابات او لعيبه اساسيه او لعيبه اللعيبه اللي احنا بنتكلم عليها، يعني كل اللعيبه اللي موجوده للغيابات دي اكيد بتبقى لها عامل مهم جدا بتواجدها امام النادي الاهلي، ولكن اي فريق قابلك من ريال مدريد داخل ومركز قوي، وبعدين هو عنده ماتشين، لو فاز الماتش ده على النادي الاهلي هيوصل للنهائي، وهتبقى دي بطوله مهمه جدا. انشيلوتي او ريال مدريد وارد جدا لو خسر هذه البطوله ممكن يؤثر بشكل سلبي على استمرار المدير الفني خلال الفتره اللي جايه، فبالتالي الامور صعبه جدا جدا، سواء كانت صعبه على النادي الاهلي او صعبه على ريال مدريد. خلينا نقول في فرق كتيره جدا عشان تقابل ريال مدريد، انت ممكن تدفع فلوس كبيره جدا عشان تقابل ريال مدريد وديه، أيوة. انت بتقابل في بطوله رسميه طبعا. اعتقد دي فرصه كبيره جدا، واول فريق مصري وافريقي. صحيح، انت قابلته قبل كده وديان 2001 وقدرت تحقق فوز عليه، ولكن دي مباراه هتبقى كل صحف العالم بتتكلم عن النادي الاهلي بشكل كويس جدا، شوفوا الصدى سواء في اسبانيا او في العالم بيتكلموا عن النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت دي، في حاجه دي تحسب للنادي الاهلي. عاوزين ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراه، النادي الاهلي بغض النظر عن اي حاجه هو بيمثل مصر، انجاز طبعا. انجاز النادي الاهلي بيحسب لمصر ما يحسبش النادي الاهلي بس، فبالتالي هي هتبقى مباراه صعبه جدا جدا، واعتقد ان اللعيبه اللي موجوده كلها المفروض ان هي زي هتقوم بالدور الهجومي لازم تقوم بالدور الدفاعي، ما ينفعش ان اللعيبه يعني في لعيبه او ثلاث لعيبه يبقوا موجودين في منطقه الجزاء او موجودين في النص بتاع ريال مدريد في اثناء الهجمات، ده هتاثر بشكل كبير جدا، لازم اللعيبه اللي تكون موجوده فعلا من اول دقيقه، انت بتقابل فريق كبير وارد جدا لا قدر الله انه في اول دقيقه او في اول 10 دقائق ممكن يهددك في اكتر من كوره، فبالتالي المباراه دي محتاجه تركيز كبير جدا 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 جدا، كل اللعيبه اللي هتلعب اتمنى ان هي تقوم بالدور الدفاعي، واعتقد وارد جدا ان ممكن تحصل بعض التغييرات في التشكيله، وارد جدا ان ممكن في منطقه وسط الملعب هي تقريبا اللي هيحصل فيها اكتر التركيز يعني والالتحامات، فهي لازم برضو انت تركز في الحته دي وسط الملعب. احنا خلينا نقول ما فيش يعني المنطقه دي اليو ديانج عندك وموجود حمدي فتحي وعمر السوليه، هم دولت اللعيبه عندك مودريتش هناك فالموضوع صعب جدا يعني طبعا رغم ان هو مش رغم ان هو مش لايق بشكل كبير جدا لعيب حساب وهيعمل قلق كبير في منطقه خط الوسط، خلينا نقول لعيب تقيل جدا جدا جدا، واكيد محتاج متابعه، محتاج اللي انت تبقى عينك عليها موجوده طول المباراه، واعتقد اللي هيلعب على محمد هاني برضو فينيسيوس جونيور لعيب هايل سريع مهاري، محتاج اعتقد لازم حمدي فتحي يبقى نازل ناحيه اليمين شويه مع 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 محمد هاني، لعيب خطير سريع جدا مهاري عنده المقاومات اللي تخليك تبقى خايف طول المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. ده انا خفت من مجرد تعبيرات وشه استاذ احمد وحضرتك بتتكلم عن اللاعب ده، يعني عمل تعبيرات وشه. لا لعيب تقيل هو لا هو لعيب تقيل جدا. دي حاجه تخوف يا اخوانا، احنا مش لا مش ما فيش، بالعكس في الاول في الاخر 11 قصاد 11، بس هو كان يعني
نقطة مهمة جدا اللي ذكرها، الأدوار الدفاعية مهمة جدا، الأطراف ريال مدريد هيبقى معتمد بشكل كبير جدا طبعا في ظل غياب كريم بنزيما على فينيسيوس جونيور بشكل واضح جدا. محمد هاني يجب على الأقل يكون في حد بيسند معاه، لو محمد هاني ترك لوحده هتبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن فينيسيوس جونيور يستطيع المراوغة عشان نكون واضحين جدا مع السادة المشاهدين. لما برضو يا كريم نقطة سريعة جدا عايز أذكرها، ليه بقول العامل النفسية مهمة جدا؟ كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بتاع مباراة ريال مورجا في ركلة جزاء أضاعها ريال مدريد، قالوا سألوه أنت ليه خليت ماركو أسينسيو اللي سدد مش رودريجو جوس، طبعا في ظل غياب إن كريم بنزيما ما كانش مشارك، قال لهم لأن رودريجو جوس عنده مشكلة نفسية من ساعة كأس العالم، إن هو أضاع ركلة الترجيح الحاسمة في مباراة البرازيل وكرواتيا، وأنا كنت خايف عليه بشكل كبير جدا ان هو لو اضاع دي كمان الموضوع هيبقى بيسبع يعني بالنسبه له هيبقى باد افكت بشكل كبير جدا، فبالتالي خليت مارك اسينسيو لشوط. صحيح ان مارك اسينسيو لم يستطع يعني تنفيذها بشكل صحيح والحارس مايوركا تصدى ليها، لكن انا بتكلم الامور النفسيه بتبقى مهمه جدا جدا. والعكس صحيح على فكره، لو كان احرز الهدف كان رجع لمستواه افضل نفسيا، يعني بتبقى مقامره هي ريسك، بس كانت برضو عايزه يقول لك سلاح ذو حدين، انا كنت شايف ان هو يخليه يلعبه بصراحه، بس يعني بس الامور النفسيه بتبقى مهمه طبعًا. جدا في كره القدم خاصه في مثل هذه المباريات، وانا اعتقد مارسيل كولر بشكل كبير جدا هيتعامل مع ده، وبعيده اكرر ريال مدريد هيخش المباراه دي باكثر قوه، لان للاسف انا في وجهه نظري الهزيمه الاخيره لريال مدريد ضد مايوركا، وان بعض احساس جماهير ريال مدريد ان لقب الدوري الاسباني بدا يعني خلاص يبعد عنه، بدا يبعد عنهم، هيخلي ريال مدريد بيركز اولا على مباراتين فقط واخد كاس عالم الانديه بالنسبه لي، ثم طبعا المباراه الاهم بالنسبه لي واللي هتكون مصيريه في مستقبل انشيلوتي هي مباراه ليفربول قولا فصلا، لان ليفربول في حالته الكارثيه دي لو ريال مدريد ما عرفش يعديه اعتقد انشيلوتي لن يشاهده الموسم المقبل مع ريال مدريد. حلو جدا. طيب احنا هنروح ونرجع ما بين طبعا كاس العالم للانديه وما بين الدوريات المختلفه، ولو على سبيل الذكر هنا بنتكلم عن ليفربول، تعال بقى نروح للدوري الانجليزي وتالق ارسنال والتراجع الشديد لليفربول. يعني خلينا نفهم بالظبط برضو من حضراتكم، يعني ليه هذا التراجع وليه هذا الهجوم اللي كان على محمد صلاح، وليه ما حدش بيتكلم مع يورجن كلوب، وليه السنه السابعه دايما هي السنه النحس لو متابعين مع يورجن كلوب، يعني الكلام ده فعلا صحيح لا؟ يعني خلينا نبدا، خلينا نقول يمكن من أسوأ المستويات اللي بقدمها ليفربول هذا الموسم، اللعيبه مش مركزه بشكل كبير جدا، اعتقد التدعيمات ما كانش بشكل كافي لكلوب بهذا الموسم، تراجع بشكل ملحوظ جدا، حتى محمد صلاح يعني مش فايق، يعني شايفين الفرقه كلها مش يعني في اسباب فنيه وفي مشاكل اداريه، مشاكل اداريه والتدعيمات اللي كانت موجوده مش بشكل كافي، رحيل عدد من نجوم الفريق هذا الموسم، وبالتالي مأثر بشكل كبير جدا عليه في الدوري الانجليزي، اعتقد من أسوأ المواسم اللي مرت على ليفربول هذا الموسم، اعتقد بشكل كبير جدا بيخسر مباريات يعني ما تتوقعش ان انت يخسرها، اعتقد يعني هذا الموسم هيبقى موسم كارثي ليفربول، ما اعتقدش ان هو هيقدر ممكن يحقق اي حاجه هذا الموسم بسبب تراجع المستوى بشكل ملحوظ جدا. احنا اكتر ما يخصنا واكتر بيهمنا في ليفربول ابننا يا ترى كلمه الرحيل دي ممكن تنطبق على محمد صلاح في الفتره اللي جايه نتيجه التردي الاوضاع الليفربوليه انجاز التعبير في الفتره الاخيره؟ هو برضه كان مذكر وعطفا على كلامه، كلامه كان مهم جدا، موضوع التدعيمات ليفربول عنده يعني كذا بروسبكتيف، واضح ان المسارات ما كانتش مظبوطه بشكل كبير جدا، المسار الاول المسار الاداري، النادي حتى الان مش عارفين هيتباع ولا مش هيتباع، يعني مجموعه فينوي الامريكيه المالكه للنادي طلعت بيان قالت ان احنا بنرحب اما باستثمار جزئي في اسهم النادي او بيع بشكل كامل، بعد كده واضح جدا مفيش حتى الان مشتري بشكل واضح، وده اللي خلى ان الانفاق في 4 مليار حوالي 4 مليار يعني. يعني تقريبا نفس الثمن اللي اتباع بيه تشيلسي للتحالف الامريكي بقياده تود بويل، وشفنا تشيلسي حوالي قرب ال 70 يعني قرب ال 700 مليون باوند حتى الان في 2 ميركاتو فقط، ارقام يعني تشيلسي في الميركاتو ده فقط الشتوي الاخير صرف حوالي 300 مليون باوند، منهم 100 لو باليورو 120 121 مليون فقط على انزو فرنانديز لاعب وسط الارجنتين تم استخدامه في اخر ساعه في اخر الدقائق في الميركاتو الشتوي. لا تشيلسي تحديدا يعني انفاق ضخم جدا، مانشستر سيتي بالمناسبه عنده مشكله كبيره جدا حاليا في البريمير ليج، امبارح طلعت بيان وقال انه مانشستر سيتي تم ادانته باكثر من 100 اتهام فيما يخص خروقات بعدم وضوح شفافيه ماليه، وان ممكن ده يوصل حتى لهبوط مانشستر سيتي من البريمير ليج، لسه مش عارفين الامور هتمشي ازاي، وبالتالي ليفربول في هذا الجزء مش عايز يخرج خالص القواعد الماليه ومتحفظ جدا في الانفاق، لان هم عندهم سقف ايرادات ومصروفات مش عايز يخرج ده بالتالي عشان ما يقعدش اي عقوبات، وبالتالي
طبعا ده ادى ان هو في الميركاتو الصيفي ركز كل الاموال الميركاتو على داروين نونز، وحتى الان لم يقدم اي اضافه، وهو بالمناسبه لا يتحمل فقط المسؤوليه. في الميركاتو الشتوي جاكوبو فقط اللاعب الهولندي تم استقدامه، لان ليفربول عنده مشاكل كبيره جدا، محتاج تدعيم في خط الدفاع. يعني واضح جدا ان فيرجيل فان دايك فقط اللي معاه، حتى بما فيهم ابراهيم كوناتي مستواهم ليس بالقدر الامثل. خط الوسط عنده مشاكل كبيره جدا، كان بيرغب ويفكر في استقدام سفيان مرابط نجم المغربي من فيورنتينا، لكن فيورنتينا كان مشتري 40 مليون يورو وبشكل فوري. طبعا ليفربول حاليا ميزانيته لم تكن تسمح بذلك. اداره ليفربول والناس كتير بتسال مستقبل يورجن كلوب، بحسب كل المصادر الموثوقه حتى الان اللي بتتكلم في بريطانيا والمصادر اللي هي قريبه من نادي ليفربول بيؤكدوا ان حتى الان مجموعه فينويل الامريكيه المالكه ليفربول ثقتها بشكل كامل في يورجن كلوب، بصرف النظر عن ما ستؤول اليه النتائج هذا الموسم، وان هم سيتم هناك عمليه اعاده بناء مره اخرى، وبالمناسبه هيكون محورها محمد صلاح. لما انت سالتنا يا كريم على موضوع محمد صلاح الانتقادات ليه انا شايفها ظلم، ما بقولش ده عشان هو يعني محمد صلاح لاعب مصري مظلوم. محمد صلاح بالمناسبه حتى الان مسجل 17 هدف في وسط هذا الموسم. هو مش هيدفع، هو يعني باختصار مش هيدفع هو فاتوره يعني المستوى الرديء اللي في ليفربول حاليا. هي دي النقطه. على الصعيد الثاني يورجن كلوب محدش بيتكلم معاه، يعني انت بتتكلم ان هذا الرجل مستمر، هذا المدرب طبعا له سي في كبير، لكن هو مستمر رغم كل الاخفاقات اللي بتحصل. حتى الان هواند كما ذكرت كل المصادر الموثوقه بتاكد ان كلوب بالعكس كمان هو سيشرف عمليه اعاده البناء من جديد ليفربول بفعل. ده شيء لا يصدقه عقل والله. تبقى مدارس يا نهواند. في شفنا مايكل ارتيتا في ارسنال، وكما ذكرتي ارسنال بيقدم. طالما العمليه مدارس يبقى ارجوك ادي نهواند فرصه ان هي تاخدنا المغرب نطمن على الناس اللي بيوصلوا ونرجع تاني. خلينا نروح مع حضراتكم عشان زميلنا كريم احمد مستنينا دلوقتي من المغرب مباشره، بيطل علينا وكواليس بعثه الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه. كريم بونجور، صباح الخير، صباح الهنا، وتحياتنا لكل الناس عندك، ويا رب كده تطمنا بالمستجدات. خلاص يمكن يعني يوم بيفصلنا عن المباراة الحاسمة بإذن الله. أكيد في ترقب، أكيد في استعدادات، أكيد في كواليس، أكيد في كلام، اجتماعات. خلينا نطمن منك على كل الجوانب ونطمن السادة المتابعين دلوقتي. تفضل يا كريم. صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزة نهواند، وكل التحية للزميل العزيز كريم، والشكر والتحية موصولة لجمهورنا العظيم، جمهور النادي الأهلي. يعني في البداية حابين نطمن من جديد كل جمهور النادي الأهلي الحقيقة على القيمة الكبيرة للكابتن محمود الخطيب، لأن عارفة يا نهواند طبعا وعارف زميلي كريم الأخبار تناولت بشكل كبير جدا أمس. يمكن حالة التعب اللي فيها الكابتن محمود الخطيب، برد شديد، تقلبات الجو الحقيقة يمكن كانت صعبة من تطوان لطنجة إلى الرباط. فالحقيقة يعني اهتمامه الكبير أنه يكون متواجد كرئيس البعثة لتحفيز لاعبي للنادي الأهلي، أمور عديدة جدا، لكن بنطمن كل جمهور النادي الأهلي الحقيقة على حالة الكابتن محمود الخطيب، اهتمام كبير جدا جدا هنا من حقيقة من أشقائنا المغاربة والمسؤولين الحقيقة، وتحديدا طبعا فوزي الأقصى طبعا اللي بيقوم بدور كبير جدا مع الكابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيرة. اطمنا عليه نزل برد شديدة، لكن بمشيئة الله إن شاء الله يكون في الميعاد إن شاء الله بإذن الله يوم المباراة، يكون متواجد في المقصورة بقيمته الكبيرة وبتحفيزه الكبير لفريق النادي الأهلي. يا رب إن شاء الله يكون يومنا ويكون النادي الأهلي في الموعد. فكنا حابين في البداية نطمن كل جمهورنا العظيم على الكابتن محمود الخطيب، الحالة مطمئنة بشكل كبير، دور برد، لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله يعود من جديد لمؤازرة فريق النادي الأهلي. يعني هنتكلم بقى طبعا على الاستعدادات، الحاله المعنويه، الترتيبات. النهارده يوم الحقيقه مليء بالاخبار ومليء بالتدريبات والمؤتمرات والاجتماعات الفنيه. يعني اقدر اقول لك في خلال 15 دقيقه او 20 دقيقه هتتوجه حافله النادي الاهلي الى ملعب الامير مولاي عبد الله ليستقبل هذه المباراه، لكن التدريب هيكون في الملعب الفرعي. النهارده التدريب هيكون 12 ظهرا، يليه مباشره المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الاهلي مستر كولر والكابتن محمد الشناوي النهارده للحديث عن كل الامور طبعا، وسائل الاعلام المغربيه وكل الوسائل الحقيقه العالميه المتواجده للاهتمام بهذه المباراه. فالنهارده يكون مؤتمر دسم مليء بالاخبار. ايضا كمان يسبق مؤتمر النادي الاهلي مؤتمر ريال مدريد بحضور كارلو انجيلوتي المدير الفني، وايضا كابتن فريق ريال مدريد كريم بنزيما اللي هيكون متواجد في المؤتمر الصحفي. الحقيقه اجواء وفخر كبير جدا جدا لما بنشوف لقطات بتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي، لما بنشوف الاحاديث للمجلات الاسبانيه، ماركا الاسبانيه اللي بتتكلم وبتشيد على قيمه النادي الاهلي الكبيره. ديربي كبير جدا بحجم نادي القرن الافريقي وبحجم نادي القرن الاوروبي، عشان كده ان شاء الله ثقتنا كبيره في هذه المباراه في لاعبي النادي الاهلي بتركيزهم الكبير وبالتحضيرات الرائعه والممتازه لمستر كولر، اللي زي ما اكدنا نهواند كريم ان الراجل بيقوم برفع الضغوطات بشكل كبير جدا في التدريبات، وده امر مهم. الجانب الفني اللعيبه خلاص داخله في التوب فورم، بالنسبه للجانب الفني في التوب فورم، الجانب البدني، لكن مهم جدا ان انت تشيل الضغوطات بشكل كبير، توصل رسالة
مرحله مهمه جدا ان انت تستمتع بهذه المباراه. مش هتقدر تجاري الفريق في كره القدم بشكل فني كبير، لكن تقدر ان انت ان شاء الله باذن الله بالشخصيه كل لاعب وبالقلب المعروف عن فريق النادي الاهلي ان انت تقدر تعمل جيم مهم جدا، ويتبقى لنا توفيق ربنا سبحانه وتعالى. نرجع تاني للاخبار، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي يكون الاجتماع الفني الخاص بالمباراه، مباراه الاهلي وريال مدريد. كل التوقيتات اللي انا بتكلم عليها طبعا بتوقيت المغرب هتكون في الرابعة عصرا هنا بتوقيت المغرب. كل الامور الاعتياديه التنظيميه، تحرك فريق النادي الاهلي لطاقم التيشيرتات طبعا الخاصه بالفريقين، امور تنظيميه معتاده الحقيقه لفريق النادي الاهلي. لكن اللي بناكد عليه الحقيقه التركيز الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه، الاحاديث الثنائيه والاحاديث الفرديه من مستر كولر، بنشوف جلسات منفرده بشكل مستمر، بنشوف جلسات جماعيه. من الواضح ان يمكن في دور كبير بيقوم به الجهاز الفني من تحليل ومن بعض الهايلايتس اللي بيعرضه مع لعيبه النادي الاهلي. كل لعيب بكل فقره مهمه جدا ان هو بيتفرج عليها، بيتفرج على وجباته الدفاعيه وجباته الهجوميه في المباراه الماضيه، ويمكن ايضا كمان مستر كولر بيحاول يوصل فكره ازاي تقدر تغلق المساحات، ازاي تقدر تقرب الخطوط. مش هتقدر ان انت تقسم الجيم الا اكتر من سيناريو، فده مهم جدا الحقيقه ان اللعيبه تستوعبه بشكل كبير. لكن يا رب ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي تستمر في تركيزها. تدريب اليوم مهم جدا، بيدينا رساله وبيدينا انطباع مدى حاله تركيز فريق النادي الاهلي، مدى الاستيعاب الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي من التعليمات الفنيه. لكن يا رب ان شاء الله كل الظروف والمناخ الطيب اللي متواجدين فيه والمسانده الكبيره اللي منتظرينها ومتوقعه الحقيقه من اشقائنا المغاربه ان يكونوا متواجدين في مركب مولاي عبد الله طبعا ليستقبل هذه المباراه. المباراه مهمه، 60,000 مشجع طبعا ساعه هذا الاستاد ان شاء الله يكون يعني ممتلئ على الاخر بحضور ايضا كمان جمهور النادي الاهلي. في صعوبه كبيره من القادمين من القاهره ان هم يكونوا متواجدين، لان خلاص يمكن عقب التذاكر انتهت تماما، يعني ساعه او ساعه ونص على السيستم الفيفا خلاص التذاكر انتهت. فعشان كده الاستاد هيكون مليء، التحفيز هيكون مهم جدا. ويتبقى لنا التوفيق بمشيئه الله ودعوات كل جمهورنا اللي منتظر ظهور كبير جدا في اول مباراه رسميه تجمع بين نادي القرن الافريقي ونادي القرن الاوروبي ريال مدريد. طيب تحديدا في التغطيه بتاعتك انت مش سايب لي نقطه يعني كنت حابه اسال فيها ما غطيتهاش، فتغطيه اكثر من رائعه، واكيد تغطيتنا برضو معاك على قناه الاهلي مستمره لحظه بلحظه عشان نعرض لكل الساده المتابعين على قناه النادي الاهلي يعني كل ما يدور من كواليس واجتماعات ومستجدات طبعا مع الفريق الاول وبعثتنا في المغرب. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز كريم احمد، شكرا. طيب احنا اكيد كلامنا لم ينتهي بعد مع ضيوفنا الكرام اللي منورنا، خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل دردشتنا، اتفضل. مستمرين مع حضراتكم وحديثنا اكيد لسه مستمر عن كاس العالم للانديه وطبعا الدوريات المختلفه. كنا بنتكلم دلوقتي عن بعثتنا او مع مراسلنا تحديدا كريم احمد عن بعثتنا، وبنطمن طبعا على المستجدات وغيره. ويمكن من خلال كمان حديثنا مع زميلنا كريم احمد من المغرب كان في فيديو كده صغير يعني بيتعرض برده، وده كان خاص بتصوير للملعب طبعا ملعب مولاي عبد الله اللي هيتم عليه او هتقام عليه المباراه غدا باذن الله. يعني ده برده شغل لازم نحن نشير إليه، شغل محترم جدا من طاقم العمل اللي موجود في قناة الأهلي بالمغرب، سواء بنتكلم عن زميلنا العزيز المخرج محمد دكروري، كريم أحمد مدير التصوير أيضا محمد عويدة، الناس بتشتغل هناك بتحاول إن هي تغطي برضو لينا ولحضراتكم كل ما يدور من كواليس، فبجد تحية ليهم كبيرة جدا. نرجع بقى يعني الواحد خايف ولا قلقان ولا مترقب ولا يعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي بتكلم كمشاهد وكمشجع مش كلاعب، كلاعب الموضوع اتكلمنا فيه، احنا بقى كجماهير نعمل ايه؟ مترقبين مباراه مهمه جدا بس ما نخافش برضه. لا ما نخافش، لا لو تاثير الخوف ممكن يكون ياثر بشكل كبير جدا. الماتشات الصعبه دي لو تاثر عليك نفسيا او فكرت فيها او اللعيبه فكرت فيها بشكل زياده عن اللزوم هتاثر عليها في مستواها، خاصه انت بتقابل فريق كبير زي وكذلك الجماهير. طبعا الجماهير، لا ده الجماهير متفائله، انا شايف في تفاؤل كبير جدا فعلا. في الاعلام سواء في الاعلام او الجماهير ما تخافش، لكن خلينا احنا نخاف شويه. احنا ممكن نخاف، اقول لك بلاش نخاف نتوتر. ما هو وارد صح كلام حضرتك، بس في تفاؤل كبير جدا. صح، احنا بنتكلم على برضه اسم تقيل جدا ريال مدريد. اي نعم اتلجت صدورنا اخبار الغيابات، انا واحد من الناس سعدت جدا بعدين وحضرتك يا استاذ احمد كنت بتتكلم وتقول ان سقطه وغلطه كبيره منهم ان هم ما اوجدوش يعني بديل لكريم بنزيما. انا جوايا سعيد جدا ان هم غلطوا الغلطه. لا صح، يعني من محاسن الصدف. احنا مش عاوزين برضه نتفائل زياده عن اللزوم بفكره يعني الاصابات دي برضو. يعني خلينا نقول احنا بنتقابل ازاي في الاخر برضه الموجودين اكيد انت بتقابل
فرقه كبيره جدا من افضل فرق العالم، سواء متراجعه بشكل كبير جدا الفتره الاخيره، ولكن انت بتقابل نجوم كبار جدا، واعتقد ان هم من افضل النجوم اللي موجودين في العالم. فبالتالي اي لاعب هينزل في ريال مدريد هيبقى لاعب مؤثر، وهيبقى مستواه الفني او الفرق الفنيه كبيره جدا عن ممكن النادي الاهلي. اكيد النادي الاهلي عنده لعيبه مهمه وعنده خبرات كبيره جدا، ولكن اكيد في فوارق فنيه. المباراه نتعامل معاها ازاي؟ نتعامل المباراه نتعامل معاها كانها مباراه عاديه جدا جدا، تركيزك الكامل زي المباراتين اللي في اول مباراتين، سواء سياتل او اوكلاند سيتي. فالمفروض انت بتنزل مركز بشكل كبير جدا، عندك تركيز كبير اللي انت تحقق نتيجه ايجابيه، واعمل اللي عليك وسيب الباقي التوفيق ده. النقطه دي يمكن اللي قالها برضو زميلنا الناقد الصحفي السعودي الاستاذ عاطف، تحدث لان طبعا الهلال السعودي عنده مباراه كبيره برضو مع فلامينغو البرازيلي، وهو قال كده، قال برضو احنا عايزين ننزل عندنا ثقه، ما يبقاش في رهبه. فده يمكن برضو الامبيونس او هو ده الحاله، وهي دي الحاله اللي برضو الهلال السعودي النهارده هيواجه بيها فلامينغو، وربما يبقى لها انعكاسات برضو ايجابيه. ده بالتاكيد مباراه اليوم بالمناسبه، رغم ان الهلال برضو عنده بعض الغيابات واستطاع، لكن هو في الاول وفي الاخر استطاع انه يرجع في اخر دقائق الماتش ضد الوداد في وسط ارض الوداد وبين جماهير، ودي بتبين قوه شخصيه الفريق الهلال. هلال ملك هو يعني افضل مشارك، يعني حاله مثل حال الاهلي، يعني هو افضل خير ممثل للكره السعوديه على الصعيد الاسيوي. هو الدوري السعودي اصلا، لا الدوري السعودي دلوقتي هم كاتيجوري تاني خالص دلوقتي، وباصين لحاجات يعني لا واصلين ان هم يعني. كان ياسر المسح رئيس اتحاد الكره، رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم من يومين في تصريحات تلفزيونيه قال ان احنا كمان انتظروا صفقات اعلى، ما اعرفش اعلى من رونالدو ازاي، بس هو صفقات اعلى كمان من كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي المقبل. فواضح ان ممكن بقى ممكن نشوف ميسي، ما اعرفش لسه، لان ميسي حتى الان لم يحسم حتى الان مساله تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، المفاوضات لم تنتهي بشكل نهائي سواء فشل او نجاح. هو صحيح في نيه عنده انه عايز يكمل كمان على الاقل موسم اخر، غير النار ما كانش هيقول الجملتين دول غير لو كان في فعلا كلام يخص ميسي. لان هو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضه السعودي قالها بشكل واضح، بمجرد اعلان النادي النصر التعاقد مع كريستيانو رونالدو بهذا الرقم او الراتب الفلكي، اتكلم بشكل واضح، قال ان احنا ننتظروا صفقات اخرى، ويبقى في دعم ساخي جدا، ان هم صريحين جدا عايزين الدوري السعودي يكون واحد من اقوى الدوريات على المستوى العالم في الفتره القليله المقبله. يعني هم كان، ودي استراتيجيه طبعا، واكيد الاموال بتلعب بس فيها دور. المفروض تبقى قوه مستمده من اللعيبه المحليه اكتر بكتير من التطعيمات بالدوليين. هم واخدين تجربه البريمير ليج، وهي التجربه الانجح على مستوى العالم حاليا. البريمير ليج انجح دوري على مستوى العالم رغم جائحه فيروس كورونا وما تبعها من يعني كوارث اقتصاديه على عدد كبير من الانديه، خاصه الانديه الاسبانيه كما حال برشلونه، طبعا الانديه الايطاليه شايفين يوفنتوس اللي بيحصل فيه حاليا. ولكن هم شايفين تجربه البريمير ليج. البريمير ليج حاليا بنتكلم ان حقوق بس البث التلفزيوني البريمير ليج يا كريم 6 مليارات جنيه استرليني، بنتكلم في رقم ضخم. بس حقوق البث التلفزيوني غير حقوق الرعايه لكل نادي، غير في امور كتير جدا. فهم شايفين، بالمناسبه هم بداوا يجنوا ثمار يعني التعاقد مع كريستيانو رونالدو خارج كره القدم. يعني لما صديقته الاسبانيه جورجينا رودريجيز ما بتحضر حفله جوي اووردز مثلا على سبيل المثال، وبتنزل على الانستجرام بتاعها اللي عليه ملايين ان هي موجوده في مثل هذا الحفل، دي دعايه ما بعدها دعايه للمملكه العربيه السعوديه. في امور اخرى، احدى الشركات اعتقد التابعه لكريستيانو رونالدو مش عارف تعاقدت ان هي تقريبا يعني ستعمل على انشاء مدينه ترفيهيه كبيره جدا. هو ما كانش يعني صفقه نادي، وقلنا الكلام ده من الاول، قلنا دي صفقه دوله بالظبط. فالموضوع مش فكره بس كريستيانو يروح يلعب. مظبوط منك جدا يا نهوان، فعلا صفقه دوله، لان الاستفاده منها اعلى من كره القدم بكتير. يعني الناس شايفه رونالدو مستوى، رونالدو يا جماعه 38 سنه، ورونالدو في المؤتمر الصحفي كان صريح جدا، قال يا جماعه انا حققت كل شيء في اوروبا، خلاص اوروبا فتره وانتهت. فهو رونالدو 38 سنه، ما حدش ينتظر من رونالدو مثل ما كان يفعل في ريال مدريد او يوفنتوس او فتره له مع مانشستر يونايتد. وبالتالي الهلال السعودي انا متوقع انه يقدم مباراه جيده. مساله تعادل عمل التاهل ليست بسهله، ان فلامينجو بالمناسبه عنده لاعبين خبره لعبوا في الاجواء الاوروبيه، بنتكلم عن ديفيد لويز المدافع المخضرم، ارتورو فيدال لاعب وسط تشيلي، جابرييل باربوزا جاب جول برضه، لعب فتره في انتر ميلان، صحيح انه ما نجحش قوي في القاره الاوروبيه لكنه بالنسبه لهم هو لاعب يعني مهم جدا. فلا فلامينجو مباراه بالتاكيد هتكون صعبه نادي الهلال، لكن الهلال رغم الغيابات قادر انه ممكن يقدم، ولما لا يتاهل، لان بالمناسبه ويمكن دي النقطه يعني ان شاء الله يمكن يعني الاهلي يقدر يتجاوزها، ولا يعني الريال ولا فريق من الفرق اللي يعني غير فرق امريكا الجنوبيه تواجدت في النهائي سواء اسيويه او افريقيه استطاعت ان تتاهل للنهائي عن طريق فريق اوروبي، كلها عن طريق ممثل امريكا الجنوبيه. فليه لا الهلال السعودي يفعلها اليوم؟ رائع جدا. بص احنا رايحين وجايين، ها يعني زي ما قلنا كده البرنامج بتاعنا، فبراحتنا بقى نروح على الدوري الايطالي. و
عايزه برضو منك استاذ رامي تقول لي رايك في فكره هنا المفاجات اللي عماله تحصل وليس فقط في الدوري الايطالي. انا شايفه الدوريات هذا الموسم كلها فيها مفاجات بصراحه، سقوط بعض الانديه، تالق بعض الانديه وغيره. وهنا لو هتكلم على الدوري الايطالي هتكلم عن نابولي تحديدا وفكره التالق، فبرضو دي مفاجاه. خلينا نقول طبعا خلينا نقول الدوريات الكبيره ديت يعني خلينا نقول ما فيش فرقه بتقدر تستمر على طول 3 سنين او 4 سنين ان هي بتحصل زي على الدوري الانجليزي وتالق يعني احنا هنا مثلا في سواء تلاقي الاهلي او الزمالك، لا بتلاقي كل موسم ممكن تلاقي في فرقه ظهر بشكل كبير جدا. ده كل 20 سنه بقى عندنا بالنسبه للاهلي عندنا بتبقى يعني. الموضوع بتبقى صعب كده يعني. خلينا نتكلم بصراحه. لا ده حقيقي ولا انا غلطانه؟ ده حقيقي. خلينا نقول هناك بغض النظر عن الانديه كلها بتدعم بشكل كبير جدا، عندك لعيبه من افضل اللعيبه اللي موجوده سواء بقى في الدوريات الاوروبيه بشكل عام، فما فيش فرقه بتقدر تستحوذ على الدوريات بشكل كبير جدا باستثناء طبعا احنا زي ما بتتكلمي النادي الاهلي بيقدر يحصل على البطوله بشكل كبير جدا يعني كل عدد سنين بتلاقي مثلا حد خد البطوله صحيح. الدوري، ولكن هناك في الدوريات الاوروبيه الموضوع مختلف جدا. هتلاقي السنه دي مثلا ليفربول كان بيقدم كان بيظهر بشكل كويس السنوات الاخيره، السنه دي متراجع بشكل كبير كان ارسنال مش موجود، فده طبيعي جدا في الدوريات الاوروبيه ان انت تلاقي فرقه ظاهره بشكل كويس تلاقي السنه اللي بعدها فرقه ثانيه، فده طبيعي في وسط طبعا كميه النجوم اللي موجوده في الدوريات الاوروبيه. يعني اللي يودينا الدوري الايطالي والدوري الانجليزي ما نحاولش على الدوري الفرنسي وناخد فكره كده يا ترى هتفضل سيطره باريس سان جيرمان وهيمنته مستمره وحسم نقدر نقول ان هو حاليا الى حد بعيد حسم الامور في مساله لقب الدوري وخصوصا بقى خلاص الفرق بينه وبين اقرب منافسيه 8 نقاط. يعني بص يا كريم انا اعتقد تقييم كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان هيكون مباراه بايرن ميونخ في الشامبيونز ليج. الدوري الفرنسي هو الاقرب باريس سان جيرمان، صحيح ان كان في تعثرات مع بدايه العام الحالي نظرا طبعا ان في لعيبه كتير جدا كانت راجعه من فتره ارهاق كاس العالم والاعداد لحتى الاستئناف في الموسم، واضح انه كان في مشاكل لعيبه بتغيب ولعيبه بتروح، ميسي انضم متاخر جدا فتره الاعداد طبعا نظرا للاحتفالات الكتير بعد الفوز التاريخي التتويج التاريخي بكاس العالم. لكن باريس سان جيرمان هو الاقرب للدوري الفرنسي، لكن المحق الحقيقي ليه هو دوري ابطال اوروبا ضد بايرن ميونخ. لان انا اعتقد لو كريستوف جالتيه فشل ويعني كما فشل سابقوه في ان هو يعني يكون باريس سان جيرمان لانجاز حقيقي في دوري ابطال اوروبا والتتويج للمره الاولى في تاريخ النادي، زين الدين زيدان متواجد ومرشح بقوه بالمناسبه بحسب كل المصادر الفرنسيه خلاص، يعني بعد ما ضاع حلم تدريب منتخب فرنسا بتجديد عقد ديدي شامب حتى صيف 2026، في وجهه نظري جالتيه ان لم يستطع التتويج بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم في ظل ان هم ابقوا على كيليان امبابي، ميسي متواجد واقرب انه يجدد عقده، نيمار مستمر، التدعيمات مش امبابي كان في كلام يخص احتماليه انتقاله لريال مدريد. لا بس هو جدد بتاعه. انا اعتقد ودي كلام برضو بعد الشيء في الصحافه الفرنسيه ولكن من جانب سياسي ان امبابي قد يرحل عن باريس سان جيرمان بعد اولمبياد باريس 2024. هو متواجد برضو وده بيفسر ليه الرئيس الفرنسي شخصيا ايمانويل ماكرون تحدث معاه وقال له انت وجودك مهم جدا لشكل المسابقه ولشكل الكره الفرنسيه والامور كتير جدا. وبالتالي انا كاس العالم كمان كان في شفت اللقطه فاكرها اكدت ان فعلا في خصوصيه في العلاقه ده حقيقي ده حقيقي في واضح انه كان بيتكلم زي ما يكون بيتكلم مع صديقه يعني وبالتالي لا انا شايف ان مبابي تحديدا اعتقد مكمل للشيء، لكن انا في وجهه نظري يعني اجلا ام عاجلا كيليان امبابي سنشاهده بقميص ريال مدريد، وانا اتمنى على المستوى الشخصي ان اشاهد كيليان امبابي بقميص ريال مدريد. انا لست مشجع لريال مدريد بالمناسبه. كويس ان احنا مش هنداهوش قبل ماتش بكره. لا لو كيليان امبابي كان موجود ده كريم عمال يا حرام. هو اللي يعني هو ميسي ورونالدو هو وهالاند هيكونوا ميسي ورونالدو في السنين القادمه باذن الله. لعيب جامد جدا ده حقيقي يعني لعيب ومهاري وشوف نهائي كاس العالم الاخير يعني الكوره الفرصه بجون هي الفرق دي والمنتخبات دي كبير كده هادي جدا بجون. سريع تسديداته رائعه مهاري بيقدر يعمل كل حاجه عنده ثقه بنفسه بشكل كبير جدا يلعب ضربتين جزاء في هذه المباراه مباراه صعبه جدا يعني خلينا نقول اما بيكون مباراه حاسمه في نهائي كاس العالم وعشان تدخل تقدم على هذه البتاع ضربه الجزاء صح. وتقدر تحرز الموضوع في لعيبه كتير جدا 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 لسه كنت بتكلم مع زميلي احمد قبل الهوا بقول له مش اي حد في المباراه الصعبه دي ان انت تقدم على ضربه جزاء مهمه جدا جدا المباراه دي لو انت مش لعيب كبير وما عندك خبرات وعندك ثبات انفعالي الموضوع بيبقى صعب جدا جدا حتى استشهدت معاك بمحمد صلاح في مباراه الكونغو يعني اللي صعدنا بيها لكاس العالم مش اي حد يشوط ضربه جزاء في لعيبه كتير جدا بيبقى عندهم خبرات كبيره بس بيهربوا من الموضوع ده عشان الموضوع بيبقى عليهم
ثقل كبير جدا. فمبابي لاعب كبير جدا انه يسجل هاتريك اول مره تحصل يا كريم من سنه 66 من ساعه الانجليزي جوف هيرست، عمرها ما حصل في تاريخ مباراه نهائي كاس العالم ان لعيب يسجل هاتريك. وبعدين توقيت الاهداف كما ذكر توقيت الاهداف رهيب، انت بنتكلم في دي في ضربه جزاء في الدقيقه 81، بعديها بدقيقه على طول هدف ثاني ورا اروع، ركله الجزاء اللي هي التعادل في الدقيقه 117، ايه كميه ثبات الانفعاليه ده وفي سنه 22 سنه. هو مبابي 22 مع احترامي يعني، هو امبابي او مبابي، هو مبابي عم سهله تحب والله احنا بنقولها مخصصه، هو مبابي فينا بقى، هو ميكس مبابي عندنا يعني بغض. هو مبابي قصته غريبه شويه لان هو والده كاميروني والدته جزائريه وعايش في فرنسا، وكان بالمناسبه كان يحق ليه من فتره تمثيل ثلاث دول، لكن في الاخر طبعا اختار تمثيل منتخب فرنسا وهو جوهره فرنسا في السنين الجايه. هو بس هو عنده 22 فعلا. ده 22 يعني صغير، لعيب صغير جدا يعني. استاذ رامي استاذ احمد احنا انا وكريم فعلا يعني شرفتونا، وتغطيه اكثر من رائعه، ويا رب خير وبعد المباراه نبارك لبعض باذن الله ان شاء الله يكون الاهلي والهلال باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله يا رب باذن الله. نشكركم على وجودكم معانا جزيل الشكر، نلتقي على خير باذن الله. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع للفقره الطبيه المسجله اللي استضافت فيها الهواند الدكتوره ايمان المراجدي، واللي اتكلموا فيها عن موضوع يهم كل حضراتكم. خليكم معانا.